المسيرة جات في إطار التضامن الشعبي اللي منخرط فيه تقريبا الشعب المغربي ككل، بغض النظر على الانتماءات السياسية أو الهوياتية. كما كتلاحظوا بأن الآلاف نزلوا للشارع، وهذا كيعني من طبيعة الحال بأن المطالب اللي مرفوعة في الحسيمة، المطالب اللي مرفوعة في الريف عامة، هي مطالب مشروعة اجتماعية. كاين ملف حقوقي في مطالب اجتماعية واقتصادية اللي هي مشروعة، وبالتالي فكل الاتهامات اللي تعطات لهذا الحراك سواء من طرف الأحزاب ديال الأغلبية أو من طرف مجموعة ديال الفعاليات أخرى محسوبة على المخزن، هي اتهامات اللي هي مغلوطة. طبعا كتشوفوا مجموعة ديال التنظيمات، كاين مثقفين، كاين الناس اللي هما مستقلين، وحنا طبعا كحركة أمازيغية منخرطين في هذا الحراك سواء هنا في الرباط أو لا ميدانيا في الحسيمة وفي جميع المواقع اللي كاينة على الصعيد المغربي.